احنا شعب يعشق الافيهات، يعني لو ركبنا اسانسير يقولك كده تخيل لو وقع بينا، ولما يوصل حد بتكرهه جدا يقولك حبيبك وصل. في كل بيت مصري لازم يكون فيه غطر موت ضايع، ولو حد بقى قال لحد فلانة خلفت يقولك ايه ده هي كانت حامل؟ لا يا حبيبتي، هي شاريهولك من السوبر ماركت او منزلهولك من اليوتيوب. ولو ضاعت منك حاجة بقى وانت بتدور عليها، يجي حد فجأة كده ويسألك طب وانت كنت حاططها فين؟ كلمة يا ذكي عندنا معناها غبي، كلمة ما بدري معناها متأخر، كلمة صدقتك معناها ان انت كداب. ولو سألت على فلان الرد الرسمي بتاعنا طبعا في جيبي. اول بقى ما يطلع من الفرن وهو لسه مشتري العيش لازم ياكل حتة منه، ولما بنخلص علبة الشامبو لازم نملاها مية ونرجها، ولما تسأل عن امك رايحة فين تقول لك جاية على طول، ولما تخلص الحجارة عندنا نعضها 100 عضة ونرجعها في الريموت. صاحبك بقى لما يتصل بيك على تليفونك الارضي يسألك انت فين، اكيد في السوق وسحب لك سلك معايا. ولما يشوفوك بقى طالع من الحمام مبلول يسألوك هو انت مستحمي؟ لا انا طالع من البحر. ولما يشوفوك واقف بقى عند الاسانسير في الدور الارضي يسألوك هو انت طالع فوق؟ لا انا مستني الشقة هي اللي تنزل. ولو ندحت وقلت يا حمار في الشارع هتلاقي نص الناس بتبصلك ما شاء الله كلهم عندهم ثقة. ولو طلعوا رحلة بعربيتين كل ما عربية تعدي على التانية يقعدوا يشاوروا لبعض ويضحكوا ويسلموا على بعض كأنهم بقالهم سنة ما شافوش بعض. الطفل الأجنبي لو ضربته أمه بتحصل له صدمة نفسية ويتعقد، واحتمال كمان لما يكبر يبقى مجرم. أما بقى الطفل المصري لو ضربته أمه بيجري ويضحك ويقول أصلا ما وجعتنيش، ولكن راجل يترد عليه. ولما يشوف عربيتك مخبوطة ومتكسرة يسألك إيه ده هي حادثة؟ لا والله أعمل لها نيروك. ولما يشوفك في السرير مغمض عينيك يقولوا لك إيه ده أنت عايز تنام؟ لا أنا بحاول أموت. ولما يشوفك طالع من المسجد يسألوك إيه ده هي الصلاة خلصت؟ لا الإمام طلعنا فسحة.